السلام عليكم بنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو هذا في تمام الصحه والعافيه. رب وصفتنا للنهار اليوم حاجه توب تو توب، يعني حاجه بزاف كلاس، بزاف بريزونطابل، حاجه تحمل الوجه. يعني عندكم خرجه، عندكم ضياف، عندكم سهره، عندكم حبيتوا تهديوا بها يعني الاهل والاحباب، عندكم خطوبه، بالاحرى تصلح لكل المناسبات. جبت لكم اليوم ليدات فوري ولا التمر المحشي بابسط طريقه، يعني مكونين برك، راح نديروا حشوه من اروع ما يكون، والتزيين بيان سيغ راح يكون لكم اختياري، مش لازم تتقيدوا بواش انا درت. انا حاولت يعني نوصل لكم عده تزيينات ولا تزيينات مختلفه، وانتم بيان سيغ تخدموا وشخرج عليكم، نضوش عليكم اكثر من هكذا. نخليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل، ونلتقي بعد حين. بسم الله على بركه الله، والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. اول حاجه نبداو فيها البنات هو اللوز ديالي، لازم نديرو في الفور يتحمس تحميصه خفيفه، يعني جوست نسخن الفور مليح ونخليه واحد 10 دقائق على نار قليله ينشف برك ما ياخذش لون، ومن بعد نرحيه هكذا حجم متوسط. اما الحشو ديالي قلت لكم حشو بطريقه سهله ومبسطه، شويه لوز شويه حليب مركز محلى والصلاه على النبي المختار. هذا ما كان البنات، ومشي لازم تتقيدوا بلا مارك اللي خدمت. انا خدمت بالنسلي، على بالي بلي شويه غاليه، مي انا هذا وش راولي كاين اون مارك الا تاني موان شغ وبزاف بنينه ما شاء الله، تقدروا تخدموا بها. فوالا البنات، يعني نبقى نضيف الحليب مركز المحلى حتى وين تحصل على هاد القوام هذا، حتى تلايم معايا هكذا بحال عجينه طريه. فوالا، ومن بعد نولي نخدم الحشو ديالي على شكل تميرات هكذا صغيرين. من المستحسن خياتي تخدموا بالميزان، يعني انا هاد الحشو هذا وزنته من 8 ل 9 غرام. ثاني شيء انا غلفت، شوفوا ويبان لكم بلا تغلفت كامل الحشو ديالي باش ما ينشفليش بعد ما بيان سو خدمته كامل. نجيب كميه من التمر، من المستحسن ما يكونش طايب بزاف بزاف بزاف، باسكو الا كان طايب ومعسل مش راح يساعدكم في الخدمه نهائيا. نجيب بابي هكذا نشمخو بالمزهر ونمسح الحبه ديالي، ومن بعد نحلها هكذا في الوسط كيما راه موضح في الصوره، نحي لها العظمه ديالها ولا العلفه ديالها، كل واحد واش يقولها. نكملهم يعني كامل بهذه الطريقه، لازم نمسحهم كامل باش نخدموا حاجه نقيه، حاجه بخوب، حاجه يعني كي دير فيك الزبونه ولا تخدميها لضيافك لا كونفيونس لازم تخدميها كل اتقان. بالطبع كيما نقولوا حنايا، هذه البنات راح نكمل كامل نمسحهم ونحلهم كامل، نحي لهم العظم، ومن بعد نولي لي. فوالا البنات، انا لهنا خدمت كامل لا كونتيتي ديالي، خليت لكم غير حبيبات. انا كي نبدا نخدم ما نشوفش الطريق، ماذا بيا وقتاش نكمل برك، خليت حبيبات هكذا نوري لكم. شوفوا البنات كيفاش نديروا، انا نحلوا التمره ديالنا مليح، بعد ندخلوا هذاك الحشو، ومن بعد نليموها ونليسيوها ونسقموها بطبع هكذا. فوالا، كيما سبق وقلت لكم خياتي ما تخيروش يعني هذاك التمر اللي طايب فوق، لازم انا شوفوا طابلي شويه عذبني في الخدمه، يعني ماذا بيا نوصل لكم كل كبيره وصغيره باش تنجحوا فيها وتجيكم الخدمه سهله. فوالا البنات هاهم ليك شكلهم النهائي ما شاء الله، انا كملت كامل الكميه. دوك ندوزو للتزيين. تزيين واش عندي؟ عندي كميه من المكسرات حسب الرغبه بيان سور، كل واحد ومقدورو. انا واش عندي لهنا؟ عندي صنوبر، بيستاش، نوات كاجو، لوز مقشر وبلا قشور، شويه جوز وشويه بندق. فوالا عندي هاد الشوكولا تاع الالوان هادوما، عندي في الغوص، شيت في الغوص وشيت في الباج هذا، وشيت تاع الالوان، كاين اللي استعملتهم وكاين اللي ما استعملتهمش، يعني حاولت نعطي لكم افكار متعدده باش كي تعاودوا تخدموا ما تحصلوش. ولا هنا شيت هاد الوريقات هادوما اللي يعني زادوا للحبه منظر ما شاء الله، يعني تحفه. شيت على البرونز وعلى الدوغي، يعني هادو تقدروا ديروهم فوق الشوكولا سواء كانت بلون ولا بالحليب ولا نوار، يخرجوا ما شاء الله. عندي الورقه ذهبيه، وعندي هاد الناكري ميتاليك هذا باش نزينو به، وعندي انواع من الشوكولا. انا خدمت بالوجدان ولا صافي. ولا هنا اللي حبيت يعني تزيد لهم منظر بزاف شباب، زيد تشري هذا الخيط الدوغي وتربطهم. انا ما ربطتهمش يعني للامانه، عولت يعني شريته باش نربطهم، ومن بعد كي خداو لي وقت شويه كبير بدلت رايي. نجيب لهنا حطيت مغرفه عسيله ومغرفه جلوكوز، دفيتهم شويه، ونجيب ندهن بها هذاك الحبيبه تاع التمر ديالي، ونبدا في التزيين. انا لهنا في التزيين قسمت حبيبه تاع البيستاش على زوج،
فوالا. من بعد نولي نحط فيهم هكذا متقابلين كيما راه موضح في الصوره. تقدروا البنات يعني تلصقوهم بالجلوكوز وحده، يعني ما كان حتى مشكل، ما تخافوا تجي تلاصق ولا تيبس، لا لا، يعني الجلوكوز احسن، هو اللي يشد لكم هذاك المكسرات وهذاك التزيين احسن من الخليط اللي درته انا. يعني كاين بزاف حبيبات طاحوا لي واضطريت باش ندير لهم جلوكوز ونعاود نلصقهم. تعرفون يعني نحب نوصل لكم كل كبيره وصغيره باش تنجحوا في الوصفه وتكثروا لي دعوي الخير. شوفوا البنات، انا لهنا قلت لكم عندي تزيينات مختلفه، انا راني نهضر وانتم راكم تشوفوا. حطيت حبيبات تاع اللوز، تحبوا تحطوا هكذا بندق، تحبوا انا لهنا نوات كاجو درتهم. فوالا شوفوا البنات متعاكسين، تجي المنظر ديالهم بزاف شباب. ماكغي يعني هبلوني باش شدوا روحهم، ما نكذبش عليكم، قلت لكم حتى اضطريت ندير لهم الجلوكوز باش حكموا روحهم. اما التزيين التالي راح يكون اسهل تزيين، شويه جلوكوز وجوزه وصلاه على نبينا العدنان، ما شاء الله يعني سهله مهله. اما هذا التزيين البنات كيما سبق وزيننا يعني بالبيستاش، نفس الشيء نديرو حبيبات تاع الصنوبر يكونوا هكذا متقابلين فوالا، باش يجيونا عفوا على شكل وريقه كيما راه موضح في الصوره، جد بزاف متحوفه. ندوزو للشوكولا، انا لهنا خدمت بلاصافور هذه تاع الفرامبواز وتاع البيستاج، شوكولا بلون الوجدان وشوكولا. لهنا درت خليط بين شوكولا نوار وشوكولا بالحليب، راح نذوبهم كامل البنات، كل يعني كل شوكولا نذوبها وحدها في حمام مائي ولا في الميكرووند، ونزيد لها مغرفه تاع الزيت. فوالا بهذه الطريقه هذه. بعد نجيب كوردون ندخلو هكذا في الحبيبه تاع التمر كيما حشيناها ونقلاصيها بهذا الشكل هذا. مستحسن البنات الشوكولا ديالكم تحطوها في حاجه يعني تكون شويه صغيره، فنجان ولا، باش تساعدكم في الخدمه. فوالا توجور نقلاصيها بهذه الطريقه، ومن بعد كوردون واحد اخر نحيها نحطها فوق بابي كويسون. والتزيين بيان سور راح يكون لكم اختيار، حولت يعني نسق لي كولور هاد الشوكولا، عجبتني جات معاها بزاف متناسقه. ولا حنايا مدام لازم تورينا شطارتك وتورينا الابداع ديالك، يعني قد ما تبدعي فيهم في تزييناتهم قد ما نقولوا عليك مرة ونص وشاطرة. هذه هي، انا راح نكمل تزييناتي المختلفة بنفس الطريقة، زدت كلاصيت الحبيبات تاع اللي قلت لكم بالبيستاش او شوكولا كو بيستاش، وكسرت شوية هكذا بيستاش وزينتهم به من الفوق كما راه موضح في الصور، وزدت كلاصيت بالشوكولا بلون والشوكولا نوار بالحليب، يعني واش حبيتو. حطيت فوقهم هذيك الورقة اللي قلنا تحبوه في الدوغي ولا في البرونز، وهاد الوريقات البنات يتماشاو يعني مع كل انواع ولا كل الوان الشوكولا، يعني الموديل اللي تحطوهم فيه يزيدوا له رونق ما شاء الله. شوفوا البنات يعني من الصور راح تفهموا التزيينات هذه، درت لها شوكولا بلون وزدت لها شوكولا هذيك الرولي من الفوق، كاين اللي زدت لهم اللمسه تاع الورقه الذهبيه، كاين اللي رمتهم هكذا في البيستاج، وكاين كيما هذه كاين حبيبه درتهم على البلون وحبيبه درتهم على النوار. طليتهم ومن بعد رشيتهم بالبانسو بالناكري ميتاليك، وزدت دهنت هذيك اللوزه بالناكري ميتاليك. والصلاه والسلام على نبينا العدنان، شهدكم في الجنه البنات، خرجوا من اروع اروع ما يكون شكل وتزيين. ونأكد لكم على البن يعني بشهادة كل اللي داقوهم بزاف 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 بنانية البنات، لمسة تاع الحليب المركز المحلى عطاتهم بنة من أروع ما يكون. يعني لو كان خلطناهم بالشربات ولا بالجلوكوز ولا بالفوندو راح يجوا بزاف حلوين، كي خلطناهم بالحليب المركز المحلى جات عندهم حلاوة معتدلة، يعني ما يقهموش قد ما تاكلوا منهم ما يكهموش. ملاحظة صغيرة بك البنات قبل ما ننسى، كاين المكسرات اللي حطيت لهم شوية ورقة ذهبية، وتانيت اللوز كيما اللوز والنوات كاجو دهنتهم ولا نقولوا رشيتهم بلا جولي باش يعطيهم يعني لمعة بزاف شابة وكلمسة هكذا يعني راقية. ربطت البوكس ديالي بهذا الخيط تاع الخيش اللي زاد له يعني منظر ما شاء الله. ان شاء الله يعني نكون كفيت ووفيت ووصلت لكم كل كبيره وصغيره باش تجربوهم وتنجحوا فيهم وتفرحوا بهم الاهل والاحباب والاقارب وتحمروا وجوهكم. هذه كانت وصفتنا، ان شاء الله تنال رضاكم تنال اعجابكم. الى وصفه قادمه، خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.